حدث اختتام فعاليات مهرجان أصوات نسائية في ليلته الأخيرة أمس بمنصة مولاي المهدي. أطلت علينا كل من الفنانة خولة بن عمران وإيمان قرقيبو، التقيناهما في عين المكان ممتنين لهما لطفهما وحفاوة استقبالهما للطاقم. خولة بن عمران ابنة مدينة القصر الكبير، خريجة برنامج ستار أكاديمي، لكن رغم صوتها الرائع إلا أنها لم تحظى بفرصة تكملة المشوار. تتمتع بالعديد من المواهب، ولجت المشهد الفني بكل ثقة وحزم وإرادة. إنها سندريلا الشاشة المغربية، التقيناها ضمن فعاليات مهرجان أصوات النسائية وهي تستعد للصعود للمنصة. فدعونا لحظة مستمعينا نسترجع معكم بالذاكرة أجواء ليلة الختام أمس لمهرجان أصوات نسائية في هذا الحوار مع خولة بن عمران. داري حبي وأنا روحي فيه كل ساعة قلبي يسولني عليه، يا ريت الشوق يمشي يوصل لي ويعرفوا حبيبي بلا ما نحكي ويعرفوا حبيبي بلا ما نحكي. قلبي وحداني من البعد يعاني وغرامي اللي أنا مدوبني، ما قدرت نقوله ولا يوم نوصفوله، هو اللي هو محيرني شغلني. حبيبي قلبي شحال جهت نظرك حول مهرجان أصوات نسائية، ماذا أضاف لك كفنانة كامرأة؟ طبعا الحال أي فنانة كتحلم أنها تكون في شي مهرجان بحال هذا، وخصوصا أنا مرأة يعني كان نفتخر بها بزاف، وأنا أول مرة كنشارك في مهرجان أصوات نسائية. بصراحة فرحت بزاف وما تصورش الفرحة ديالي، يعني وخا نعيا نوصف لك ما غاديش نعرف نوصف لك الفرحة ديالي، وكنتمنى ما تكونش اخر مره، تكون اول مره وثاني مره ان شاء الله. خولة، يعني الغناء بالنسبه لك هل هو دراسه ام الوسط اللي تربيتي فيه، ام هو تذوق شخصي، ام رغبه دفينه داخل، ام هو شغف بالغناء؟ اش نقول لك، هو الفنان الموهبه كتخلق معاه، يعني ملي كي يعني كتخلق معاه الموهبه. انا ملي كنت صغيره وانا كان كيعجبني نسمع الاغاني، انا اصلا متكونه من يعني من عائله فنيه، الام ديالي كتغني كتكتب كلمات، كتبت لي بزاف ديال الكلمات الاغاني ديالي وانا كنلحنو، وعندي الخاله ديالي والخال ديالي يعني بزاف في العائله عندهم اصوات، وانا ملي كنت صغيره كنت غير كنسمع لهم، كيعجبني نسمع لهم كيغني. وملي كنت في المدرسه كان كيعجبني نشارك في الحفل الاخير ديال المدرسه، كان كنشارك في المهرجانات المحليه، كنت ديما كنجي انا الاولى، وهادشي اللي شجعني انني نستمر في هاد المسيره. القدوه ديالك في الفن من؟ القدوه ديالي في الفن هي العديد صراحه، نعيمه سميح، أم كلثوم، المغنيين الجداد دابا عندي كل وحدة كيعجبني ستيل ديالها، يعني كينا شيرين، يعني هادو اللي. طيب كلمة أخيرة لكل مستمعي إذاعة ميديا وجمهورك. كنبغي نقول للمستمعين اللي كيسمعونا دابا على ميديا، بعدا كنبغي نشكرك على الاستضافة اللي تحت لي فرصة باش الجمهور ديالي يسمعني. كنبغي نقول لهم وزعما شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على الحب ديالكم ليلي، وانا ما غاديش نخذلكم من طبيعه الحال، غنزيد لقدام وغنعمل لكم حاجه محسن، حتى الا ما عجبتكم شي حاجه نستمر ونعمل شي حاجه محسن. وسمحوا لي بزاف الا ما كنتش في، يعني كانوا كينتظروني بزاف وكنت ما وجدت لهمش داك الشيء في الوقت اللي كان خصني نوجدو، ولكن الحمد لله عملت كليب في تركيا، عملت الاغنيه عجباتهم بزاف، وهذا الشيء كيشرفني، وغنعمل لهم اغنيه جديده ان شاء الله يتسناوها يا رب. شكرا جزيلا على هذه الدردشه. شكرا لك، شكرا بزاف.